نروح بقى لنجمنا كابتن محمد صلاح اللاعب ليفربول اللي غاب عن التشكيل المثالي لصحيفة ليكيب الفرنسية لعام 2020. التشكيل ده شهد غياب ساديو ماني وميسي ورونالدو كريستيانو رونالدو. الصحيفة الفرنسية كشفت عن التشكيل المثالي لعام 2020 واللي تصدره فريق بايرن ميونخ بخمس لاعبين على رأسهم طبعا البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وألفونسو ديفيز وتياجو الكانتارا قبل انتقاله لليفربول وكيميتش كمان. طبعا بايرن ميونخ توج بخمس ألقاب في 2020 وهي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي على الترتيب. مين اللي غاب عن التشكيل المثالي؟ عدد من أبرز يعني اللاعبين على رأسهم زي ما قلت لحضراتكم ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان امبابي. التشكيل المثالي جه كالتالي: في حراسة المرمى مانويل نوير من بايرن ميونخ، والدفاع راموس ريال مدريد، وألكساندر أرنولد ليفربول، وفيرجيل فان دايك ليفربول، وألفونسو ديفيز بايرن ميونخ، خط الوسط تياجو الكانتارا بايرن ميونخ وكاميتش برضو من بايرن ميونخ وكيفن دي بروين مان سيتي، والهجوم كان نيمار من باريس سان جيرمان وكريم بنزيما من ريال مدريد وليفاندوفسكي من بايرن ميونخ. ايه رايك في التشكيل المثالي؟ انا يعني اتفق مع نسبه 80% من التشكيل. يعني بالتالي سواء حراسه مرمى او خط الظهر ما فيش خلاف الحقيقه الاسماء الخمسه اللي تم اختيارهم، لكن الكانتارا وجنبي كيميتش اعتقد صعبه شويه. كابتن صلاح وميسي ورونالدو يعني يمكن الموضوع مرتبط اكتر بس لا الحقيقه الثلاثه كانوا مقدمين سيزون لا باس بيه. يعني بالزبط. رونالدو مقدم سيزون قوي جدا مع اليوفي، ميسي يمكن بعيد شويه بقاله فتره ومش عارفين هيرجع ولا مش هيرجع، دي برده علامه استفهام كبيره جدا. صلاح مقدم سيزون قوي جدا وفي لعيبه كتير، ومبابي غايب، لاوتارو مارتينيز غايب، هالاند من بروسيا دورتموند غايب، لكن في النهايه انت بتختاري 11 لعيب من كوكبه كبيره جدا. يعني النهارده ممكن نقدر نحط على الترابيزه دلوقتي 100 لعيب من مختلف الانديه تعملي بيهم 10 منتخبات عالم وكلهم يبقوا في توافق عليهم، يعني ما فيش فارق كبير.